7:30 بتوقيت بيروت، نشرة الأخبار المفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. خفتت الحركات السياسية واشتدت الاقتصادية والأمنية، وإلى انسحاب مسلحي سرايا أهل الشام من عرسال إلى الداخل السوري، برز اللقاء التشاوري الحواري في القصر الجمهوري حول سلسلة الرتب والرواتب والضرائب، وخلص اللقاء إلى 3 نتائج. الأولى، توقيع رئيس الجمهورية قانون السلسلة في الأيام 9 المقبلة. الثانية، بحث وزير المال ورئيس اللجنة النيابية المالية في وسائل إضافية لتمويل السلسلة دون إرهاق اللبنانيين بالضرائب. الثالثة، المضي بإشراف رئاسي نحو خطة اقتصادية شاملة يقرها مجلس الوزراء ويصادق عليها المجلس النيابي. ورافق اللقاء الحواري التشاوري اجتماع لهيئة التنسيق النقابية ركز على تنفيذ السلسلة، كما رافقته تحركات مطلبية في الشارع. وبالنسبة إلى انسحاب مسلحي سرايا أهل الشام من عرسال، فأن هذه الخطوة من شأنها أن تسمح بالضغط على مسلحي داعش في رأس بعلبك والبقاع، وقد أشارت قيادة الجيش إلى ذلك، موضحة أن الوحدات العسكرية اللبنانية انتشرت في وادي حميد والجوار. طارق، انطلاق قافلة مغادرة المسلحين من عرسال، منطقة جديدة تتحرر وتعود إلى أحضان الوطن تحت سيطرة الجيش اللبناني، وأصبحت مناطق الملاهي ووادي حميد ووادي العجرم في شرق عرسال خالية من أي وجود مسلح. فبعد تعثر دام اليومين بسبب طلب سرايا أهل الشام الانتقال إلى الداخل السوري بآلياتهم وأسلحتهم المتوسطة، عادت وانطلقت عملية ترحيل المسلحين وعائلاتهم، إضافة إلى عدد من النازحين إلى القلمون الشرقي، حيث يسيطر الجيش السوري الحر انطلاقا من الجرود في شرق عرسال وعبر خط المسير الذي سلكته حافلات جبهة النصرة، فيما فضل بعض النازحين البقاء في الجرود للذهاب لاحقا إلى قراهم الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري في القلمون الغربي. والمغادرون هم 395 مسلحا بسلاحهم الخفيف، على رأسهم مسؤول سرايا أهل الشام عماد دياب الملقب بالعمدة، إضافة إلى 100 مدني وخمسة جرحى. 34 حافلة أقلت المئات من مسلحي سرايا أهل الشام وعوائلهم باتجاه الأراضي السورية بمواكبة دوريات من الأمن العام وبالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني حتى الحدود اللبنانية السورية، على أن تتولى السلطات المعنية في سوريا تأمين وصولهم إلى منطقة الحيبي داخل الأراضي السورية، وفق ما جاء في بيان المديرية العامة للأمن العام. وجاء في البيان إن المديرية العامة للأمن العام تؤكد إنجاز إخراج مسلحين كانوا قد احتلوا جزءا من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال، وذلك بعد مفاوضات قامت بها المديرية مع المعنيين. إلى ذلك، نفذت وحدات الجيش انتشارا في منطقة وادي حميد والملاهي والمرتفعات المحيطة بهما، وذلك استكمالا لعملية احكام الطوق وتضييق الخناق على مجموعات تنظيم داعش الإرهابي في جرود رأس بعلبك والقاع. وعشية انطلاق المعركة، سلمت واشنطن الجيش اللبناني دفعة جديدة من المركبات القتالية من طراز برادلي، وعددها 8 من أصل 32 مركبة ستسلم تباعا في الأشهر المقبلة. وقائد الجيش يشدد على استكمال المواجهة مع الإرهاب والدفاع عن الحدود والسيادة. في إطار المساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، تسلم الجيش اللبناني في مرفأ بيروت 8 مدرعات عسكرية من نوع برادلي و8 مدرعات من نوع M992 الحاملة للذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية للمساهمة في دعم الجيش اللبناني. ممثل قائد الجيش شكر الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الهبة، مشيدا بدور الجيش في محاربته للإرهاب. هالهدية اللي عم بتقدمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لصالح لبنان والجيش اللبناني لمساعدتنا بالحرب ضد الإرهاب، بتأكد تعلق الشعب الأمريكي مثل الشعب اللبناني بقيم الحرية والمبادئ المشتركة اللي بتجمعنا سوا. عنا نفس الموقف في مكافحة الإرهاب، وهن عندهم قناعة بالدور اللي عم بيأديه الجيش، ولهالسبب عم بتلاقوا هالعطاءات الكبيرة اللي هي عم بتقوي فعالية الجيش وتقوي له قدراته. نتمنى على سعادة السفيرة وعبرها لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة انه يتابع هالبروجرام حتى نقدر نرفع قدرات الجيش من مكان الى مكان اعلى وافضل، افضل للعلاقات وافضل لقدرات الجيش
وأفضل لاستقرار لبنان. السفيرة الأمريكية شددت من جهتها على أن الدعم الأمريكي للجيش اللبناني يستند على مشاركة البلدين الهواجس والتحديات نفسها. اليوم الشعب الأمريكي مسرور بتقديم للبنان دعما طويل المدى للجيش اللبناني ليحارب وحده الإرهاب ويحمي الحدود اللبنانية. ريتشارد نوهت بشجاعة الجيش اللبناني مشددة على متانة العلاقة بين بيروت وواشنطن. اللقاء الحواري للبحث في قانوني سلسلة الرتب والضرائب انعقد في بعبدة، والرئيس عون أكد السعي لأن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية للإجراء ولا تمس بأمور أساسية تؤثر على الاستقرار. الصراحة والواقعية والمسؤولية الاجتماعية والحس الوطني مربع دارت فيه حيال سلسلة الرتب والرواتب وقانون الضرائب ذي الصلة نقاشات اللقاء الحواري الذي عقد في قصر بعبدة بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، وخصص للبحث في أوجه الخلاف والتناقض واختلاف الآراء بعد مصادقة مجلس النواب على القانونين. هذه الصراحة والواقعية والمسؤولية أعطت بعدا مهما لا بل استراتيجيا من نوعه للقاء برعاية الرئيس العماد عون وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء المختصين المال التربية الدفاع العدل الصناعة الاقتصاد السياحة والإعلام ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان وممثلين عن نقابات المهن الحرة والهيئات الاقتصادية واتحاد المؤسسات التربوية وهيئات صناعية واجتماعية والاتحاد العمالي وأساتذة الجامعة اللبنانية. ولعل ما يلخص لب القضية ما استهل به اللقاء الحواري الذي استمر ساعتين ونصف الساعة استهله رئيس عون بكلمة ورد فيها: سوف نجمع الآراء كلها وندرسها بالتفصيل لاتخاذ الموقف المناسب من القرارين، هناك مطالب محقة وسوف تحترم، وما نسعى إليه هو تعديل لبعض الأخطاء، الإمكانات محدودة، الوضع الاقتصادي دقيق مع عجز في الميزان التجاري، لذلك لابد من معالجة مسؤولة وشاملة. ثم تحدث الرئيس الحريري: نحن ملتزمون كحكومة بالسلسلة التي أقرت ونحاول إيجاد طرق لإعادة النمو، الصرف يجب أن يقابله تمويل لا دين. ثم دارت المناقشات المستفيضة. معلوم أن هناك 9 أيام باقية كي يوقع القانون رئاسيا أو يرد. وزير الإعلام ملحم رياشي الذي تلا البيان أكد أن كل الخلاصات باتت لدى رئيس الجمهورية والرئيس عون له القرار يكونه وفق المناقشات المستفيضة التي حصلت والرؤية التي يبلورها الرئيس. ألخصكم الموضوع بكلمة واحدة تقدر يعني تريحكم وتقدروا تحكوا مع كل اللي كانوا معنيين بالاجتماع، فيكم تستمعوا لهم وتتواصلوا معهم. اليوم الملف بإيد فخامة الرئيس وهو بيقرر فيه. في التفاصيل بعد كلمات الحاضرين عاد الرئيس الحريري وأكد أن اليوم هو بداية وأن الحكومة ستستمع إلى كل القطاعات لمواكبة الوضع الاقتصادي في البلاد، كما أنها سترسل مشروع موازنة 2018 إلى البرلمان ضمن المهل الدستورية. الرئيس عون ختم اللقاء الحواري شاكرا الذين لبوا الدعوة ومؤكدا وجود قواسم مشتركة بين الحاضرين سيأخذها في الاعتبار في خلال ممارسة صلاحياته الدستورية فيما خص قانوني السلسلة، منطلقا من وجوب أن تكون القوانين غير متناقضة ومتكاملة مع القوانين المرعية الإجراء ولا تمس بأمور أساسية تؤثر في الاستقرار والنهوض في البلاد. ولفت إلى أن الثغرات التي برزت في القانونين ستتم معالجتها وفقا للأصول الدستورية. في أي حال وفي أضواء ملخص عن مجريات اللقاء الحواري التشاوري، كل الأفكار طرحت بكل جرأة وأحيانا بشراسة. فريق الهيئات الاقتصادية والدائرين في فلكها رفضوا رفع منسوب الضرائب وشددوا على استبداله مثلا بتحفيز النمو ومكافحة الهدر وتحقيق جباية حقيقية. في المقابل الفريق الآخر ومجمل المطالبين بإصدار قانوني السلسلة بحسب ما صدق عليها شددوا على الإصدار، لأن رد قانون الضرائب إذا حصل مثلا يعني ضرب تمويل السلسلة ويعني ضربها برمتها برأيهم، لكن الجميع أكدوا حق المطالب بالسلسلة. حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامي عرض مترتبات كل فكرة مطروحة. الوزير علي حسن خليل طرح إصدار قانون السلسلة المصادق عليه في البرلمان كاملا وبعدها العمل لإرسال مشاريع قوانين معجلة مكررة من أجل تعديل النقاط والثغرات وما يسمى تناقضا، وقد دارت نقاشات عميقة حيال الفكرة وسواها.
وبالتزامن مع انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي في القصر الجمهوري، نفذت هيئة التنسيق النقابية اعتصاما أمام مقر جمعية المصارف، داعية رئيس الجمهورية إلى توقيع سلسلة الرتب والرواتب وعدم ردها، وإلى معالجة المواضيع الخلافية في إطارها الدستوري. ورفعت لافتات دعت إلى وقف الهدر والفساد، ملوحة بالتصعيد والإضراب الشامل واللجوء إلى عدم افتتاح الموسم الدراسي في حال لم يتم تحقيق جميع المطالب. الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة نفذت أيضا اعتصاما مفتوحا أمام مصرف لبنان المركزي ومرفأ بيروت لرفع الغبن اللاحق بالعسكريين في الخدمة الفعلية وفي التقاعد جراء إقرار سلسلة رتب ورواتب مشحفة بحقهم. متطوعو الدفاع المدني أكدوا بدورهم أنه في حال لم تقر مطالبهم سيتوجهون يوم الأربعاء نحو سفارة معينة لطلب اللجوء الإنساني مع عائلاتهم. وتزامنا نفذت كل الإدارات والمؤسسات الرسمية العامة إضرابا عاما تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، ولازم الموظفون مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال المعاملات. حزب الكتائب كرر دعوة رئيس الجمهورية إلى رد قانون الضرائب، كما كرر الدعوة إلى استقالة الحكومة لعجزها عن حفظ السيادة وفشلها في معالجة الملفات الاقتصادية والحياتية والمعيشية. يعتبر حزب الكتائب أن انعقاد طاولة الحوار الاقتصادي المالي هو تأكيد أولاً على قصر نظر الحكومة وعجزها عن فهم تداعيات قانون الضرائب فأحالته إلى المجلس النيابي لإقراره، وتأكيد ثانياً على فشل كل من بصم في المجلس على هذا القانون. قضائيا، أخلى المدعي العام المناوب في الشمال القاضي غسان باسيل سبيل الناشطة هنادي جرجس بسند إقامة بعدما كانت قد أوقفت يوم الجمعة من قبل النيابة العامة التمييزية بجرم القدح والدم والتشهير بشخص رئيس الجمهورية وبحق السلطات العامة. وكان أصدقاء جرجس اعتصموا أمام قصر العدل في طرابلس ورفعوا لافتات كتبوا عليها الحرية لهنادي جرجس. أهلا بكم من جديد. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أن لبنان يريد المحافظة على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس عون اطلع من عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود على النشاطات التي يقوم بها من خلال مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان، لافتا إلى أن مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي تضم نوابا ديمقراطيين وجمهوريين يعملون معا لتأمين الدعم اللازم للبنان وللجيش اللبناني الذي يواجه التنظيمات الإرهابية ويحافظ على الاستقرار. الرئيس عون شكر لحود المواقف التي اتخذها داخل الكونغرس الأمريكي لمساعدة لبنان عموما وجيشه خصوصا. وفد الكونغرس الأمريكي زار عين التين حيث التقى الرئيس بري الذي عرض تطورات مع مخزومي ووفد من المشايخ. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد أنه ليس متشائما فيما يتعلق بقانون سلسلة الرتب والرواتب، خصوصا وأن هذه السلسلة هي حق لأصحابها منذ سنوات عدة، فضلا عن أنه لا يرى أن من المعقول أن يرد رئيس الجمهورية هذا القانون إلى المجلس. من جهة ثانية، الرئيس بري التقى عضو الكونغرس الأمريكي من أصل لبناني دارين لحود بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وتم عرض الأوضاع في لبنان والمنطقة. وكان الرئيس بري قد التقى رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي الذي أكد أننا أحوج إلى توحيد الخطاب السياسي في هذه المرحلة، مثنيا على دور الجيش في انتشاره على الحدود الشرقية وإن شاء الله يحرر كل الأراضي على الحدود مع سوريا والتخلص من الإرهاب، مشيرا إلى أن السلسلة هي قضية محقة ومزمنة، مؤكدا أن الزيادة على الضرائب هو أمر مرفوض. وكان الرئيس بري قد التقى رئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي الشيخ محمد عساف ورئيس
رئيس المحاكم الجعفرية الشرعية القاضي الشيخ محمد كنعان ورئيس المحاكم الدرزية القاضي الشيخ فيصل نصر الدين. وفي عين التين الرئيس بري التقى رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود. وفي السراي الحكومي سلسلة لقاءات لرئيس الحكومة. عبد الحريري في السراي مع نائبه وزير الصحة. الأوضاع السياسية وملفات وزارية عرضها رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي مع نائبه وزير الصحة غسان حصباني. الرئيس الحريري اجتمع أيضا إلى وزير المهجرين طلال إرسلان. العلاقات الثنائية بين لبنان وإيطاليا كانت مدار بحث بين رئيس الحكومة وسفير إيطاليا ماسيمو ماروتي. رئيسا بلديتي النورة والدببية زارا الرئيس الحريري وشرحا الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالنسبة للأزمة السورية، ووعد الرئيس الحريري بمتابعة الأمور عبر الهيئة العليا للإغاثة من الزوار وفد من بلدية أبلياس برئاسة رئيس البلدية جهاد المعلم، الذي وجه دعوة للرئيس الحريري لرعاية مهرجان المغتربين 17 الذي يفتتح في 20 من الحالي. قائد الجيش العماد جوزيف عون استقبل عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود في حضور السفيرة الأمريكية إليزابيث ريتشارد، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. العماد عون التقى أيضا وفدا من بلدة عرسال ثم مفتي بعلبك والهرمل الشيخ خالد صلح، وكان بحث في الشؤون الأمنية والحياتية في المنطقة. أكد النائب نواف الموسوي خلال جولة قام بها على سراي صيدا الحكومي أن حزب الله لن يترك الجيش وحيدا في معركته ضد داعش في جرود عرسال. هذا الأمر المتعلق ببدء العمليات العسكرية هو قرار ميداني تتخذه قيادة الجيش بحسب ما يتناسب مع الميدان. أما فيما يتعلق بأبنائنا في الجيش اللبناني، نحن قل لن نترك أبنائنا عرضة لاستشراس داعش أو لاستفراسها، وسنكون إلى جانب الجيش حيث يطلب وحيث يلزم. لا يمكن مواجهة داعش من جهة واحدة هي الجهة اللبنانية، لا بد من أن تواجه من ناحيتين، من جهتين، الجهة السورية والجهة اللبنانية. وزير المهاجرين طلال إرسلان وخلال حفل عشاء وحدة بيسور في الحزب الديمقراطي اللبناني دعا النواب والوزراء الدروز إلى اجتماع فوري لوضع مذكرة خطية تحفظ حق الدروز، وقال إذا احتاج الأمر إلى مقاطعة وخلق مشكل ميثاقي في البلد فأنا جاهز. المفتي داريان التقى الوزير التويني الذي شدد على متانة العلاقات مع الكويت. المواضيع المعيشية والاقتصادية وكيفية وقف الهدر في المؤسسات العامة والمستقلة عرضها مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان مع وزير شؤون مكافحة الفساد نقولة تويني الذي أثنى على دور المفتي الجامع. وعن زيارة الرئيس الحريري للكويت أكد تويني أن هناك إجماعا على ضرورة المحافظة على متانة العلاقة مع الكويت. زيارة دولة الرئيس الحريري للكويت مبادرة ممتازة جدا، ومبادرة تعني كل الدولة اللبنانية الوطن، لأنه يعني اللبنانيين والدولة وفخامة الرئيس مهتمين جدا أنه الصداقة والأخوة الموجودة بين دولة الكويت والدولة اللبنانية تدوم إلى الأبد. أصلا نحن نعتبر الدولة الكويتية والدولة اللبنانية دولة شقيقة ودولة عزيزة على قلب اللبنانيين. الكويتيين موجودين بلبنان منذ زمن طويل. ومن زوار دار الفتوى وفد من ملتقى الجمعيات البيروتية مثنيا على مواقف المفتي الأخيرة، ووفد من المركز الثقافي الإسلامي. موضوع خطة النقل في بيروت الكبرى حضر في مناقشات لجنة الأشغال العامة والنقل التي أصدرت توصيتين لتأمين الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ الخطة ووجوب التزام المديرية العامة للتنظيم المدني والبلديات بالامتناع عن إعطاء تراخيص البناء لأي أبنية على العقارات المتاخمة للأملاك التابعة لسكة الحديد. الإسراع بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة النقل العام في بيروت الكبرى، والتي تتضمن شبكة نقل متكاملة داخل بيروت الكبرى وربطها بمراكز المحافظات، وتبلغ كلفة هذه الخطة 70 مليون دولار.
وقد أبدى البنك الدولي اهتمامه بتمويلها، إضافة إلى نظام نقل سريع على المحور الشمالي لبيروت الكبرى وداخل مدينة بيروت. واطلعت اللجنة على الخطوط التي أطلقها معالي وزير الأشغال العامة والنقل ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، والتي تتكامل مع خطة النقل لبيروت الكبرى، والتي سبق أن تبنتها اللجنة ضمن خارطة الطريق التي وضعتها. وقد أوصت اللجنة وزارة الأشغال العامة والنقل الإسراع بمباشرة تنفيذها. أخبار محلية متفرقة. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي الجديد للجنة الإسكوا دكتور محمد علي الحكيم في زيارة تعارف، وتطرق الجانبان إلى سبل التعاون والتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام والإسكوا. نفذت الإدارات والمؤسسات الرسمية العاملة في محافظة لبنان الجنوبي إضرابا عاما تلبية لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، حيث لازم الموظفون مكاتبهم وامتنعوا عن استقبال المواطنين، وناشد المضربون في بيان لهم رئيس الجمهورية التوقيع على قانون سلسلة الرتب والرواتب. رعى وزير الداخلية نهاد المشنوق ممثلا بمحافظ عكار عماد لبكي حفل إزاحة الستارة على النصب التذكاري للمقدم الراحل سامي منصور في احتفال نظمته بلديتي حلبة وشيخ محمد. ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي العقيد علي سكينة أشاد بالراحل ومنقبيته. نفذ أصحاب مناشر ومصانع الرخام والحجر في محافظتي عكار والشمال اعتصاما رمزيا عند طريق عام العبد عكار، رافعين اللافتات المطالبة بوقف الاستيراد بشكل تام وحماية صناعتهم. احتفلت بلدة ببنين العبد بتكريم شهداء البلدة في الجيش اللبناني برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون ممثلا بالعميد الياس شاميي، وألقيت كلمات نوهت بدور الجيش اللبناني وتضحياته في الزود عن الوطن. ونتابع نشاطنا من تلفزيون لبنان. أعلنت الاستخبارات الروسية توقيف 4 أشخاص تشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، كانوا يخططون لاعتداءات انتحارية على مراكز تجارية ووسائل للنقل العام في موسكو. وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي أن الموقوفين 4 روسي 1 و3 من جمهوريات سوفيتية سابقة كانوا يعدون سلسلة هجمات على مواقع تلقى ارتيادا كثيفا بينها وسائل النقل العام ومراكز تجارية كبرى في موسكو باستخدام انتحاريين وعبوات ناسفة شديدة القوة، وأوضحت أنهم أوقفوا في منطقة موسكو. وجه المبعوث الدولي لسوريا ستيفان ديمستورا دعوة لوفود المعارضة السورية للاجتماع بهم في جنيف لبحث توحيد مواقفهم وشروطهم قبيل البدء بمفاوضات جنيف المقبلة. إلى ذلك جددت قوات النظام السوري قصفها لأطراف بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية بأكثر من 25 صاروخا، كما تشهد كل من جوبر وعين ترما تصعيدا عسكريا منذ بدء اتفاق خفض التصعيد في الغوطة الشرقية. من جانبه رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان حركة نزوح من بلدة عين ترما ومحيطها نحو مناطق القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، مسجلا نزوح نحو 2500 شخص. وفي جديد الإرهاب المتنقل، هجوم على مطعم تركي في بوركينا فاسو أدى إلى مقتل 18 شخصا. ولواء محمد خير تابع بتكليف من الرئيس سعد الحريري الحادثة، واضعا كل الإمكانات بتصرف الجالية اللبنانية وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة. قتل 18 شخصا في هجوم إرهابي على مطعم في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو. وقال وزير الاتصالات أن 3 من المهاجمين قتلوا وأن الحادثة قد انتهت، ولا تزال قوات الأمن تواصل تفتيش المنطقة. ويقول شهود عيان أن المسلحين الذين نفذوا الهجوم وصلوا في سيارة إلى مطعم تركي وأخذوا يطلقون النار على زبائن المطعم الذين يجلسون في الخارج. وطوق أفراد الشرطة وقوات الأمن المبنى وظلت أصوات طلقات النيران تسمع لمدة ساعات. وأصدرت السفارة الأمريكية في واغادوغو تحذيرا لمواطنيها بتجنب موقع الهجوم. وقال الوزير أن القتلى والجرحى ينتمون إلى بلدان مختلفة من بينها فرنسا، وقد أكدت تركيا قتل أحد مواطنيها. وقال نقيب في الشرطة أن المهاجمين وصلوا إلى المنطقة على دراجات نارية وأنهم أخذوا يطلقون النار عشوائيا، وليس من المعروف إن كان المهاجمين 3 الذين قتلوا من بين مجموع القتلى 18. أعمال عنف في مسيرة للقوميين البيض والنازيين الجدد في فيرجينيا في وصمة تمييز عنصري لعهد ترامب.
أعلن البيت الأبيض أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن أعمال العنف في تشارلوتسفيل في فيرجينيا التي تدينها تشمل أيضا جماعتي كوكلوس كلان والنازيين الجدد بعد تعرضه لموجة من الانتقادات لعدم إدانته صراحة القوميين البيض. وأكد البيت الأبيض أن ترامب يدين بقوة جميع أشكال العنف داعيا إلى الوحدة والوطنية واتحاد جميع الأمريكيين. صورة تشارلوتسفيل أعادت بذاكرة أمريكا إلى انطلاقة الكوكلوس كلان جنوب الولايات المتحدة العام 1865، وقد فتحت السلطات الأمريكية في ولاية فيرجينيا تحقيقا في أعمال العنف، فيما شكلت المسألة ضغوطا على إدارة ترامب لاتخاذ موقف لا لبس فيه من المتطرفين الذين يشكلون جزءا من القاعدة السياسية للرئيس الجمهوري. ولقيت امرأة حتفها وأصيب 19 آخرون، 5 منهم بحالة حرجة بعدما دهس رجل بسيارته مجموعة من الناس يحتجون على مسيرة للقوميين البيض، إضافة إلى إصابة 15 آخرين في مواجهات بين القوميين ومتظاهرين مناهضين لهم. وقتل شرطيان في ولاية فيرجينيا في تحطم طائرة هليكوبتر بعدما ساهما في محاولة ضبط الوضع على الأرض. ويمثل جيمس أليكس فيلز المجند السابق في الجيش الأمريكي من أوهايو أمام المحكمة بتهمة القتل العمد واتهامات تتعلق بحادثة الدهس. وختاما أخبار رياضة مع داني حرب. ارتقى نيمار لمستوى التوقعات وأظهر قدرات كبيرة في مباراته الأولى بدور الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عندما سجل هدف وصنع آخر في فوز البي اس جي على غانغان بنتيجة 3-0، وتحطم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري في ستاد رودورو الصغير إذ حضر 18,378 متفرج المباراة لمشاهدة الظهور الأول لمهاجم البرازيل. حققت كاستر سيمينيا لقبا عالميا جديدا عندما فازت بذهبية لندن في سباق من 100 متر في دقيقة واحدة و55 ثانية فاصل 16، وهو أسرع رقم في العالم هذا العام، وقالت إنها تسعى الآن لتحطيم الرقم القياسي العالمي. اختتمت الأوكرانية إلينا سفيتولينا أسبوعا رائعا في تورونتو عندما فازت في النهائي على الدنماركية كارولاينا ويزنياكي بنتيجة 6-4 و6-0 في كأس روجرز لتفوز بلقبها الخامس هذا العام. واستفادت سفيتولانا التي شقت طريقها للنهائي بفوز على فينوس ويليامز وغاربين موغوروزا بطلة ويمبلدون وسيمونا هالب المدافع عن اللقب، استفادت من الرد القوي للإرسال طيلة فترة المباراة التي امتدت ل 77 دقيقة. وحقق الألماني ألكسندر زفيريف فوزا مفاجئا في تورونتو أيضا بعد فوزه على السويسري روجر فيدرير بنتيجة 6-3 و6-4 لينضم إلى قائمة اللاعبين الأكثر فوزا هذا العام إلى جانب فيدرير مع 5 ألقاب. وأثبت الألماني 20 سنة أنه سيكون ندا قويا لفيدرير، نادال، ديوكوفيتش وموري في البطولات القادمة، وكان بإمكان زفيريف الفوز بدورة السادسة لو لم يخسر نهائي هالي أمام فيدرير. إلى هنا تنتهي نشرتنا التوني، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.